وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.